مصطفى، انا عايز اعرف منك انت ازاي لسه ما خدتش ثانويه عامه، انت لسه في اولى ثانوي وبتاخد دكتوراه، ازاي هتاخد الدكتوراه قبل الثانويه العامه؟ هي ده قانون الجامعات الدولي، ان في امريكا مثلا 11 سنه بتقدر تاخد دكتوراه، انما هنا في مصر ده محرم او ممنوع بمعنى اصح، محدش يقدر يعملها. انا عشت دكتور سيد عبد الخالق مدير التعليم العالي ان انا عايز اعمل حاجه زي كده، قال لي ان انا هرفعها لمجلس الجامعات. مجلس الجامعات قال لي عايز نموذج او شخص عمل كده، هو شخص ده مخترع في كندا خد دكتوراه في سنه 15 سنه، قال لي طالما ده طبق في دوله ما هنطبقه هنا في مصر، وهقدر امارس الدكتوراه واقدر اناقش الدكتوراه بتاعتي قبل الثانويه العامه. هتبقى دكتوراه مخصصه للاندر ايدج، فانت هتبقى اول واحد في مصر ياخد الشرق الاوسط، تاني واحد على العالم. يعني اول واحد في مصر والشرق الاوسط وتاني واحد في العالم بياخد دكتوراه قبل الثانويه العامه. يس. قياسا على تجربه كندا. يس. تمام. ليه بقى وزاره التعليم العالي هتديك دكتوراه قبل الثانويه العامه؟ انا عملت سيرش بحث ومشروع باسم جامعه المنصوره، قدمته دولي، خدت دولي اللقب الاول على مستوى الوطن العربي مستوى العالم، افضل باحث علمي عربي على مستوى العالم، خدت اللقب ده بالظبط من 3 ايام، وتم عمل مؤتمر وزاري في جامعه المنصوره بحضور الدكتور سيد عبد الخالق، سياده اللواء عمر الشريف محافظ الاهليه، قياده عليا، بعض اللي هم العلماء، وتم تكريمي كافضل باحث علمي عربي على مستوى العالم لسنه 2014. البحث بتاعك كان عن ايه بالظبط؟ البحث بتاعي عن التقدم المتجدد اسمه سمارت رودام، هو عباره عن سد ده جوه بحر مالح، بعمل بيب سيستم معين لدمج، بعمل ماكس 3 باور، بعمل اكبر طاقه حراريه متجدده بسيستم معين بولد 33.1 جيجا بان هاور، ده اكبر طاقه حراريه متجدده لحد دلوقتي، بعمل عمليه تحليه للميه جوه السد دي بتكلفه 20% بس من تكلفه الدوام. يعني البحث بتاعك بنقدر ننتج بيه كهرباء من عن طريق الطاقه المتجدده اللي في ميه البحر، تمام، 33 جيجا بايت جيجا وات كهرباء. ايوه تمام. انت عارف مصر محتاجه كام جيجا وات كهرباء؟ الماكسيمم بتاعها 25.1 جيجا وات كهرباء. ايوه في الساعه، في الساعه الواحده. انت البحث بتاعك يخلينا ننتج 33 جيجا وات كهرباء في الساعه، وصدر الميجا الواحده ب 1000 ب 1 مليون دولار، ده حسب السعر الدولي لها. الميجا الواحده كهرباء؟ ده السعر الانترناشونال اللي انا قرات عنه. طبعا مش متاكد ان انا بس قارئ المعلومه دي. تمام. يعني ربنا يوفقك وان شاء الله تاخد الدكتوراه قبل الثانويه العامه. مش عارف هتكمل تعليمك بعد كده في ايه. انا ده تقاعد ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله. اوكي، بالتوفيق يا مصطفى. ان شاء الله. شكرا جزيلا.